ألف سرزة وشرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. عصر الجواري. وفي ثقافتنا الاسترخائية للجواري دور، فما قيمة السلطان دون غلمان وجوار وحذف حرف العلة من آخرهن يا ترى مزبوط؟ ذلك أن الجوار لا يليق بهن أن يكن نكرة هذه الأيام بتنوين يحط من شأنهن المعرف بمقدمة ومؤخرة. والمقدمة قل التعريف يا حبيب قبل ما يروح فكرك لبعيد، أما المؤخرة فلا يروح فكرك لورا، هي الياء ختام المسك في كلمة جواري. وما أدراك ما الجواري؟ وهي جمع جارية، والجارية السائية خير من ألف ميعاد غرام. فما حب مقطوع ممنوع محرم بشيء ذي قيمة أمام جارية ساقية وللإثارة عاطية عطيت للصاجة، لدرجة أنها أضحت في هذه الأيام فنانة وبعدها نجمة، نجمة ساطعة براقة يتمتع بمنظرها الجميع من العربان وبملمسها القليل من أكابر العربان وبدنسها علية القوم من حاشية السلطان. وهات يا سلطان من كرمك الفني، هات هات يا أنتاج وأعطينا فيديو كليبات لنجمة السلطان كي تشع بمواهبها الفتانة على كل أراضي العربان. اسمعوا صوتها المتحشرج من سهرة الأمس، لكن له فحة مثيرة تقشعر لها الأبدان. وترحم على الأحرار، ترحم على أم كلثوم وربعة الله يرحمهم، إلى نعمة الكاسات أدامها الله على رأسنا الذي تحوم فوقه الغربان. وهات ملصقات وأعلانات، وهات دعايات، وهات أخبار، وهات إنكارات، وهات مقابلات، وهات تصريحات، وهات تصنيفات. وكم كنا فخورين باختيار الأمير كان لإحدى الجواري تبعاتنا لتكون المرأة العربية المثال. كم سررنا بهذا الاهتمام، وكم كنا مندهشين من عدم تقديرنا للجارية قبل أن يقدرها الأمريكان. وبعد التقدير والتحسين والمرحة والامتياز، بعد اهتمامنا العجيب بالجارية الحسناء، صار لازم فعلا نعملها مثال، وصار لازم علينا أن نطلب منها تربية الأجيال. وما إن فكرنا بذلك حتى قال لنا الشيخ خدوا لعيونكم وكرمالكم، ما بيصير ما تستفيد الأجيال الطالعة من مواهب جاريته الفتانة. وتفضل علينا طويل العمر بالفنانة وهي تخاطب الأطفال، فمبروك علينا جميعا، مبروك على الأطفال الذين تربيهم أمهاتهم المترهلات هذه المربية الممشوقة القوام، ومبروك على الأطفال الذين تربيهم عناصر المرافقة المتجهمة المربية المهضومة اللي ما عنده لا عيب ولا حرام، ومبروك على الأطفال الذين تربيهم الخادمات أو من يسمين بالسريلانكيات بشقوقهن الأندنوسيات والفيلبينيات والإثيوبيات، والله ينجينا من الآت. مبروك تغيير الشكل في أصول الفن الأطفالي الحديث، مبروك للطفلة وهي تهز خصرها كأهم شيء لازم تتعلمه، ومبروك للطفل أن يحلم بجارية بعدما صار الحب في خبر كان. وكان يا مكان في سالف العصر والأوان أن علمنا الأمريكان وطويلو الأعمار أن الطفل العربي الحديث يجب أن يحلم بجارية كي يحلم بالتالي أنه يصير سلطان، وعلى الطفل العربي الحديث أن تحلم بأن تصبح جارية كي تصبح المثل الأعلى لدى ما سيأتينا من أجيال. وإلى اللقاء في حياة أخرى. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.